ممكن من ملاحظتي للبوزيشن بتاع التشايلد اكسبكت التشايلد ده الماسل تون عنده عامل ازاي، تمام؟ يعني لو البوزيشن بتاعت الليمز واخده بوزيشن معينه ممكن منه اتوقع الماسل تون ان كان هو هايبرتونيك ولا هايبوتونيك. فلو جالي مثلا تشايلد وحطيته على المرتبه لسه ما عملتلوش اسسمنت الماسل تون ولقيت مثلا واخد ايه فليكشن اتيتيود في الابر ليمز والفينجرز مع بعض، تمام، وفي اللور ليمب لقيته اكستندد، اللور ليمب لقيته اكستندد وادكتد وبلانتر فليكسد. لو واخد البوزيشن ده، تمام، ده في الابر ليمب وفي اللور ليمب اكستندد ادكتد وبلانتر فليكسد، بلانتر فليكشن في الانكل، اي اكسبكت ان التشايلد ده ممكن يكون عنده هايبرتونيا. هايبرتونيا طبعا بتبقى ناتجه عن ابر موتور نيورون ليجن مانيفيستد باي هايبرتونيا او هايبوتونيا. لو هايبرتونيا دايما هنلاقي ان التون بيبقى عالي في الابر ليمب في الفليكسورز اكتر من الاكستنسورز وفي اللور ليمب في الاكستنسورز اكتر من الفليكسورز، عشان كده بيبقى واخد فليكشن اتيتيود في الابر ليمب والاكستنسورز هيبقوا زياده، والهايبرتونيا والاكستنسور هايبرتونيا اكستنشن هايبرتونيا في اللور ليمب هيبقى اعلى، فبالتالي بيبقى واخد اكستنشن مع ادكشن وبلانتر فليكشن. طبعا لو انا مثلا جالي انفنت عنده شهرين ولقيته واخد البوزيشن ده، النورمال بتاعه المفروض يكون واخد فليكشن اتيتيود في الابر ليمب واللور ليمب مع بعض، تمام، ده النورمال لطفل اقل من سنه اقل من 4 شهور. انما لو لقيته واخد فليكشن اتيتيود في الابر ليمب واكستنشن في اللور ليمب مع ادكشن مع بلانتر فليكشن، ده انا اكسبكت ان هو ممكن يكون عنده هايبرتونيا. ولو سنه اكتر من 4 شهور وستيل واخد البوزيشن ده برضه هيكسبكت ان هو، لو انا جيت عملت له اسسمنت ماسل تون اسسمنت باي باسيف موفمنت، هلاقي ان هو عنده هايبرتونيا في الابر واللور. طفل تاني واخد بوزيشن مختلف شويه، بوزيشن مثلا انا متوقع ان هو النورمال لو طفل اكتر من 4 شهور نورمالي بيبقى ايديه ورجليه مفرودين جنبه كده عادي جدا. لو اقل من 4 شهور دايما نورمالي بتلاقي واخد فليكشن اتيتيود في الابر واللور ليمب، لان ده الوضع بتاع اليوترس قبل ما يتولد، فهو متعود على البوزيشن ده والبوزيشن ده في الغالب بيريحه، تمام. لكن لقيت تشايلد سواء كان اقل من 4 شهور اكتر من 4 شهور عامل ايه بقى؟ عامل اكسترنال روتيشن مع ابدكشن في الابر ليمب واكستندد فينجرز، وفي اللور ليمب عامل اكسترنال روتيشن مع ابدكشن مع ابدكشن وسلايد فليكشن. البوزيشن ده في الابر واللور ده بيبقى شبه الضفدعه، يعني عامل كده وكده ايديه ورجليه، فالبوزيشن بتاعه بيبقى شبه الفروج، فبنسميه فروج لايك بوزيشن. ده لو طفل هايبوتونيك. لو طفل هايبوتونيك بنلاقيه في الغالب لو احنا شفناه كده بنلاحظ ان هو رامي رجليه لبره وايديه هنلاقيها برده راميها لبره لانه هايبوتونيك مفيش تون، فاللور ليمب بيروح فيه اكسترنال روتيشن. فروج لايك بوزيشن انديكيتد ان التشايلد ده ممكن يكون عنده هايبوتونيا. في كل الاحوال احنا كده كده هنعمل ماسل تون اسسمنت بوسائل تانية، لكن باي اوبزرفيشن انا بس ايه ممكن اكون خدت فكره عن ماسل تون بتاع التشايلد مجرد بس من البوزيشن بتاعه.